مشاهدي قناة القلم، أهلا وسهلا بكم في هذه حلقة جديدة من برنامج للنقاش. برنامج للنقاش مش يطرح اليوم مسألة دقيقة، هي مسألة الدولة العميقة. المسألة هذه في الواقع ترجع إلى تكاثر الحديث وتزايده في المدة الأخيرة عن وجود ما يعرف بحكومة الظل أو بالدولة العميقة. هذاك علاش حاولنا أن نطرح المسألة هذه مع عدد من الضيوف. أول الضيوف اللي على يميني سي الهديلي منصر وهو جامعي. مرحبا بك سي الهديلي. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وكل عام تي بخير إن شاء الله. إذا وبجانبه سي ماهر زيد الصحفي الاستقصائي. مرحبا بك سي ماهر. وبك أكثر، كل عام وأنت بخير. وإلى يساري سي فتحي العيوني المحامي. مرحبا بك سي فتحي. بارك الله فيك وشكرا لكم على هذه الدعوة. إذا احنا مش نبادروا في البداية إلى محاولة التعرف على معنى الدولة العميقة، الدلالة نتاعها باش نقربوها على الأقل للسادة المشاهدين، وذلك من خلال قراءة تاريخية باش نشاهدوها في التقرير التالي اللي أعده قسم الأخبار واللي على رأسه سي سبب الفريحة. نشاهدوا التقرير ثم نرجعوا باش نحاوروا حول الدولة العميقة مع ضيوفنا. مصطلح الدولة العميقة المتداول إعلاميا في سياق التجاذبات السياسية وصراعات في تونس ودول الربيع العربي عموما والتعثرات الحاصلة بعده لا ينتمي نظريا إلى المدونة السياسية الأكاديمية بقدر انتمائه للممارسة التاريخية، فقد ارتبط بتاريخ الأمة التركية ومنظمة أرغانكون التي حمت الأثنية التركية من الاندثار إبان حروب الإبادة الصينية. المصطلح ارتبط عمليا بالتاريخ التركي الحديث أواخر الدولة العثمانية وتقسيم تركة الرجل المريض، وهو بالتالي مرتبط في عمقه بالجماعات السرية والتنظيمات شبه العسكرية على غرار جماعة الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة. واستمرت استخداماته في سياقات الدولة الأمة التركية التي أسس لها مصطفى كمال أتاترك أبو الأتراك، بل واستحكمت الدولة العميقة بعد انقلاب 1960 وإعدام رئيس الوزراء عدنان مندرس، ثم زمن حكم كنعان إذرن في السبعينات، وفي حقبة حكم سليمان ديميرال ورئيس الوزراء ترقت أوزال نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. غير أن رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان هو أول من شهر بالدولة العميقة في العام 2007، بل وتصدى للقيادات العسكرية الممثلة للظاهرة إزاحة وملاحقة قضائية. قريب من مفهوم الدولة العميقة مصطلح الدولة داخل الدولة، وهو مصطلح بقدر ما يراه الإسلاميون مناهضا للإسلام والهوية وخدمة للعلمانية واللائكية، يراه اليساريون مناهضة للشغيلة وإغراق في الوطنية والقطرية المناهضة للأممية. الدولة العميقة في تركيا انعكاس لسيطرة جنرالات الجهاز العسكري القوي الخفي على دواليب الدولة. وبالمحصلة فإن اصطلاح الدولة العميقة ليست بالاكتشاف السياسي الحديث، فهو متداول أيضا في دول الانتقال الديمقراطي سواء في أمريكا اللاتينية ما بعد الديكتاتوريات أو دول أوروبا الشرقية المتحررة من الشيوعية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. المتداول في أوساط الباحثين أن المخابرات المركزية الأمريكية CIA هي من غرس بذرة الدولة العميقة في تركيا في العام 1952 خوفا من شبح عودة الخلافة الإسلامية. هذه المقدمات كانت وراء نزول الجيش التركي إلى الشوارع التركية في فبراير 1997 وقرارات مجلس الأمن القومي بإقصاء حزب الرفاه ذي المرجعيات الإسلامية والذي يتزعمه رئيس الوزراء نجم الدين أربكان واستبعاده نهائيا من الحكم مع الحجر السياسي. واليوم بعد مصطلح الدولة العميقة يرتبط بشبكات المصالح المترابطة بمعنى الدولة فوق الدولة بأذرعها السياسية والمالية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية، والتي تصب جميعا في خدمة ما يعرف بالثورة المضادة المتصدية للربيع العربي. أرباب الدولة العميقة في بلدان الربيع العربي هم قطعا بقايا الأنظمة الدكتاتورية التي سقطت نظريا ولكنها في المقابل ما زالت تحافظ على مواقعها المتقدمة في الإدارة وأجهزة الدولة ومصادر نفوذها المالي والعلاقات المحلية والدولية وعرقلة مسار الثورة السياسي الناعم كما في تونس أو العنيف العسكري كما في مصر. وزارة الداخلية التونسية تتهم أنها النواة الصلبة للدولة العميقة في تونس، ومن سيطر عليها أمسك بتلبيب الحكم تماما كما المؤسسة العسكرية في تركيا ومصر. لذلك غدت مدار المعركة النفوذ والمواقع بين الفرقاء، واتهامات الأمن الموازي الذي يعني في أبعاده خلفية الدولة العميقة لهذا الطرف الأول بل حتى خلف ستار الحوار الوطني. هذا تقريبا تحديد تاريخي معنى الدولة العميقة
أو ما يعرف ما يسمى أيضا بدولة بحكومة الظل. باش نحاولوا نبسطوا المغزى والمعنى من الدولة العميقة ونقربوه للسادة المشاهدين من خلال ضيف الأول سي الهذيلي. لو تحددنا ببساطة شنو هو المعنى متاع الدولة العميقة للمواطن؟ هو مفهوم الدولة العميقة أو معناه الشامل والواسع هو مرتبط ببنية السياسة. السياسة في حد ذاتها تقوم في نسبة كبيرة منها على الخفاء وما يسمى على الكواليس. احنا الآن المشاهدين يشاهدون في الصورة، لكن هناك ما شاء الله جيش من التقنيين لا يشاهدون المشاهدون. السياسة كيف كيف، هناك ناس في ظاهر الصورة وهناك ناس في الكواليس. في فترات معينة فإن عمل الكواليس يصبح أضعاف عمل الناس اللي هما في الواجهة، وهذا يربطنا بكما قلت بنية السياسة اللي فيها من الدسائس، فيها من التخفي، فيها من التآمر، وفيها من التآلف ومن التحالف ومن التباغض وغير ذلك من الأمور اللي هي مدونة على كل في الكتب. الآن في القرون الماضية وبالخص بعد ما سيطر ما يسميه المفكرين الغربيين ليموراليزم بوليتيك، يعني أنه السياسة تبتعد تماما على المنظومة الأخلاقية، فإنه أهل السياسة لما تحرروا تماما من القضية الأخلاقية هذه، قضية أن السياسة بما هي أمانة، فبرعت الأطراف الكل والأجهزة الكل في تطوير قضية الخفاء أو قضية الظل. معناها ثم ناس تحكم لكن في واقع الأمر ما هيش هي اللي تحكم، ثم ناس أخرى هي اللي توجه المشهد السياسي بشكل عام، تتحكم فيه، تحتويه، تخترقه وتحيط به. فيه يعني سيناريوهات عديدة، حتى أنه بلد كما الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف لما انفكوا منظومة الحكم عند الأمريكان نلقاو أنه حتى في أمريكا نفسها فما دولة عميقة، يعني القائمين على المؤسسات الكبرى وشركات صناعة السلاح والمالكين الكبار للبنوك هم من يضع سياسات للرئيس الأمريكي وغير ذلك. إذا كان نبسطوا نقولوا أنه اللي يتحكم في المشهد السياسي هما رجال المال والأعمال. ضرورة رجال المال والأعمال، لأنه يريدون دائما أن يكون لهم يعني قنطرة إلى عالم السياسة تحقيق مصالح، لأنه ليس معقول أن تضيع مصالحهم مع ضياع نظام سياسي أو حزب سياسي أو رأس نظام سياسي. يبقوا في الخلفية، وكما أتوا بهذا الرئيس أو بهذا الزعيم أو بهذا المسؤول الحزبي هم على استعداد دائما، عندهم البلان بي والبلان سي أن يأتوا بالضامن لهذه المصالح. لو كان نشوفه معك سي الفتحي المجالات اللي تنجم تكون تحت سيطرة الدولة العميقة، وين تنجم تتحكم هالدولة العميقة في أنا مجال في أنا قطاع، وين تنجم تظهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدولة العميقة هذا مصطلح يتكون من كلمتين، الدولة والعميقة. الدولة شنية؟ الدولة هي مجموعة مؤسسات. العميقة هي العمق، يعني معناها فما هناك سلسلة من الرتب اللي تسير في الدولة أنا هي أعمق رتبة فيها. بالنسبة للدولة قلنا مؤسسات، ثلاثة أصناف متاع مؤسسات تم. فما مؤسسات تنظيرية، فما مؤسسات تقريرية، وأما فما مؤسسات تنفيذية. تنظيرية هي المؤسسات اللي تسطر سياسة النظام. نحاول نبسطه. معناها نمشي طول للمؤسسات اللي تحكم فيها الدولة العميقة بشكل واضح بإيجاز أكثر ما يمكن. بإيجاز أكثر ما يمكن، وأنه مخاطرة مربوطة بالوضع في تونس. إذا كان ما نفهموش الشبكة هذه كيفاش تصير ما نجموش ندركوا في تونس وقاعد صاير تو، ما نجموش نفهموه. أي أعطيني المجالات بشكل واضح. أنا قلت المجالات لا هي شنو الدولة؟ الدولة باش تأدي خدمات للمواطن. نحكي الدولة باش تنظم حياة المواطن. واضح. شكون هما اللي قاعد يشرفوا على هالخدمات هذه؟ هناك أطراف داخل الدولة في الإدارات، في الأمن، في الإعلام، في القضاء، في المجالات الحيوية الكل اللي عندها ارتباط باش بالخدمات اليومية على المواطن. هذه هي اللي هي تشرف على مؤسسات الدولة وتسير في دولة بالدولة. فأنت اليوم كي تجي تقول أنا غيرت نظام
يوم ما تنجم تكون تغير الرأس تاع النظام، تنجم تغير أجنحة النظام، ولكن هل أنت غيرت الناس اللي شادة مفاصل النظام؟ لأن النظام هو شو يعمل؟ هو يصدر القرار، ما نصورش كان رئيس الجمهورية هو اللي يهبط يمشي ينفذ القرار، فما إدارة تنفذ القرار، فما قضاء يسهر على تنفيذ ذلك القرار، فما أمن يمشي هو يمارس سلطاته باش ينفذ ذلك القرار، فما إعلام يروج لصورتك النظام على أنه قد اتخذ القرار الصواب. فهذا الكل متشابك في بعضه. اليوم السؤال اللي مطروح، عملنا ثورة بعد 14 جانفي، هل أن المنظومة الجديدة هي انعكاس حقيقي للتيار اللي مشت فيه الثورة، أم أن المنظومة الجديدة هي تسير في واد وهناك واد آخر قاعد يسير في طريق مخالف تماما ويتقاطع أو بالعكس يتضارب مع التيار اللي ماشي فيه؟ وهذا هو اش معناها أنه هل ترى المسار اللي ماشي فيه البلاد كمؤسسات جديدة، كشخوص جدد، كمنظمات جديدة قاعد تحب تتحكم في المشهد السياسي والمشهد العام الكل، هل هي في تماهي مع معناها الدواليب الدولة والأطراف اللي تشرف على الدولة من إدارة وباقي المؤسسات أم لا؟ لكن هنا سي فتحي عفوا، تو عمليا مش ممكن بأي شكل أنه الإنسان المفاصل اللي تحكي عليها أنت مهما كان التحكم فيها من طرف أو من آخر أنه يقع مراجعتها في ظرف وجيز ويقع ضخ نوع من التوازن فيها، هذا أمر صعيب. صحيح، هذاك علاش احنا تو نتكلموا كانوا عن حاجه مثاليه جدا باش انت تعمل قلب كامل لتعيشوا الدوله اليوم بالشكل اللي من شانه انه يرضي طموح عديد الاطراف اللي اليوم تحاول انها تنجح او الثوره باي شكل. لا انت جبتني تو الى محور ثاني من النقاش، وهو كيفاش نخلطوا باش نحقوا هذا التوازي بين المسارين. لا قبل ما نوصل للتوازي هذا خلينا، انت فتحت القوس تو على الدوله العميقه في تونس. اي نعم، كيفاش ممكن الحديث اليوم عن دوله عميقه في تونس وشكون يمثلها؟ نسمع قبل رئيس ماهر. بارك الله فيك. طبعا انا شاطر استاذ فتحي الراي خصوصا في حديثه عن الاعلام والمال، ولكن لابد ان نضيف الامن ايضا، لانه المنظومه الامنيه هي العصا او اليد الضاربه للدوله العميقه او للدوله الشرعيه. فالسلطه التنفيذيه اذا لم تكن مخترقه من طرف الدوله العميقه فلا يمكن ان تنفذ برامجها. شفنا كما مثلا في حاله محاوله ايقاف او جلب سي كمال طيف، سي كمال بن ظفرين جلبوا للعدالة بأقواله في القضية المرفوعة ضده، شفنا كيفاش أنه اليد الضاربة يعني الجهاز الأمني لما تحولت على عين المكان ولما تم دهس عون الأمن ويعني تعرض لأضرار بدنية، ورغم ذلك مثلا النقابات الأمنية لم تتحرك. أنا خلينا نشك في ونتساءل وين الخطاب والعنتريات نتاع النقابات الأمنية وقت اللي كانت تتكلم عندما يعني شرطي يرمى بحجر أو شرطي يتعرض لجرح أو حتى للقتل، والله يرحم القتل الكل. على كل حال يعني شفنا الدنيا يقيموها ولا يقعدوها ويقتحموا المحاكم بالعشرات وبالمئات والقضاة تهرب منهم، وشفنا عنتريات في الشوارع. ولكن عندما جرح زميلهم أو كسرت ساقه، على كل حال المعلومة ليست ثابتة، يعني لم يصدر عنهم اي موقف. اي معناها هنا اللي نفهم منك انت سمعت تو تركز على الجانب الامني تحديدا، ربما تشتغل ياسر على الجانب الامني، لكن احنا نحب نحدوا بشكل دقيق المجالات اللي ممكن تظهر فيها الدوله العميقه في تونس. ذكرت فتحي الاعلام، هنا ذكرت الامن، ينجم يكون في مجالات وقطاعات اخرى يظهر لي هكا سي الهذيلي. هذا نحب نحصلوا احنا على الاقل المجالات باش تعطيها صوره للمواطن انه راه الامر ماهوش محصور في هيئه عليا او في كواليس شبه مظلمة، وأن نجم يكون الأمر متفشي في عديد المجالات داخل المجتمع. هو إثراء لكلمة الأستاذ فتحي، معلوم أنه في الإدارة التونسية هناك بين 37 ألف و 40 ألف مدير. هذا العدد من الإطارات صحيح هما كفاءات، صحيح هما من خيرة ما خرجت الجامعات التونسية،
ولكن صحيح ايضا انه تعيينهم خصوصا في الانظمه السابقه تم على اساس الولاءات الجهويه والنعارات العائليه وغيرها، يعني الحزبيه ايضا. فال 37 او 40 الف اللي تقوم عليهم الدوله، يعني الدوله تقوم على الوزراء، والدوله وسياسات الدوله لا يحددها فقط الوزراء، وكما تفضلت انت مش الوزير هو اللي ينزل للميدان وينفذ القرارات، انما هؤلاء المديرين هم الاداه التنفيذيه للقرارات الوزاريه. فاذا ال 40 الف مدير اللي عندك يعني نسبة كبيرة جدا منهم والأغلبية منهم هم اللي عينهم النظام السابق، وما أدخلتش على الهياكل هذه أنت يعني أي تغييرات اللازمة لضمان أن قراراتك يتم تنفيذها في الميدان، فبطبيعة الحال باش يعرق يعني سياساتك وباش يعرق تنفيذ مشاريعك. لكن هنا تو تحكي على حوايج راهي ماهيش وليدة الساعة، ماهيش اللي بتاع اليوم، نحكي على حوايج مش بتاع اليوم. الدولة العميقة موجودة في تاريخ تونس، احنا نتذكروا عشنا في عهد نظام البورقيبي كان ثم عديد الاطراف اللي كانت تحكم خاصه في اخر فتره الحكم البورقيبي، نتذكروا سعيد الساسي، نتذكروا عديد الاسماء في عهد بن علي كيف كان ثم ما يسمى بحكومه الظل. اليوم نحكيوا على دوله عميقه هي امتداد لما وقع على حقبات مختلفه، لكن احنا اللي حابين نلامسوه شنو هو تأثير هالدولة هذه اليوم في المسار الانتقالي اللي قاعدين نعيشوه؟ أكيد أنه تأثيرها يعني كبير جدا، وبحكم أنه قلت أنه في تاريخ تونس الدولة العميقة هذه موجودة وعندها كثير من التجليات، أني أعتقد أنه الدولة العميقة حقيقة في تونس وفي العالم العربي الكل موجودة خارج تونس، موجودة في بلدان، في العلاقة بدول احتلت تونس وغير تونس في فترة معينة، ولا زالت ترى نفسها وصية على الوضع التونسي، لأن النظام السياسي التونسي هو قام أساسا على شبكة من المصالح، نظام مصالح فرنسي تونسي، هو نظام مصالح فرنسي تونسي، ونظام المصالح هذايا مش بالسهولة يعني أنه مش يتغير، لأنه التوانسة أرادوا تغيير هذا النظام السياسي أو هذا النظام المصلحي. معناها هنا أنت تو بشكل أو بآخر سي الهذيلي كأنه الدولة العميقة مش ممكن الأطراف نتاعها تتحدد داخليا، لا زاد عندها لا حتى كان في أطراف داخلية، نتصور أنه ليست هي عقل المسألة، هي أدوات للتنفيذ فقط. نعطيك مثال بسيط في العلاقة بالثورة الإيرانية اللي انطلقت عام 79، نجحت عام 79، كانت ثورة ضخمة في إيران. تذكروا مليح أنه في فترة معينة الخميني آذن باقتحام السفارة الأمريكية في إيران، فالطلبة الإيرانيين اكتشفوا وثائق تثبت أنه هناك 5000 عون إيراني اللي هما مشبكين داخلين في شبكات تحت إمرة الأمن الأمريكي والمخابرات الأمريكية. هذا دليل على أنه في نهاية المطاف الخارج عنده كذلك دخل في المسألة، خصوصا تحكي عن نظام المصالح، خصوصا أنه المشاهد الكريم يتبين أنه يبدو أنه هناك فيتو على قيام دولة حقيقية في العالم العربي. إحنا الآن العرب هنا بلينا نستوضح هذه المساج، عفوا هنا ثم فيتو في وجه قيام دولة عربية، هنا تنجمش تمشي البعد أقصى عندها طابع إسلامي أو في علاقة بالإسلام السياسي. هذا يطرح كمبرر، أما أعتقد أن المناط الحقيقي لما تقوم دولة، إحنا لأنه إحنا مازلنا في ثقافة السلطة والاستبداد، مازلنا مش متمثلين إيش معناها دولة. هي لو تقوم دولة كل النقاش السياسي المطروح في تونس، كل الفصل الإيديولوجي، كل الخصومة بالعائلات السياسية، أعتقد أنها تزول، لأنه نفهم وقتها أن الدولة هي التعبير الحضاري الوحيدة اللي ممكن تخرجنا مما نحن فيه. شنو نقصد بالدولة؟ ما نقصدش بالدولة نشيد رسمي، علم، شخصية يقال لها، رئيس جمهورية، مجلس وزراء. المقصود بالدولة هي روحية معينة، حالة من التنظم المرتبط بتقنيات بعينها، المرتبط أيضا بالانتخابات، بالشفافية، وباحترام المواطنة. أنا أعتقد يعني مش معقول أنه بلدان إفريقية كنا في فترة معينة نرى فيها يعني تجلي ورمز للتخلف، يعني تعمل للسو ديمقراطيك، يعني القفزة الديمقراطية، وبلدان عربية عندها ما شاء الله من الثقافة ومن الحضارة ممنوع لها أنها توصل إلى مرحلة الدولة. من أيام الجزائر
إلى الآن التجربة المصرية اللي عندها دلالات كبيرة إلى التجربة التونسية لا قدر الله. لا قدر الله. رغم التجربة المصرية فيها وعليها خاطر نجم نحكيوا على تجربة جمال عبد الناصر بشكل مختلف، وإن هنا على الأقل بصورة نسبية، ولكن قاعدة دولة جمال عبد الناصر قاعدة ممسوكة بدولة عميقة تراقبها وفي أول ثغرة يعني كيف تفسر أنه ننتقل من جمال عبد الناصر الزعيم العربي العروبي غير ذلك إلى السادات اللي بعد أشهر قليلة أو سنوات قليلة أمضى على كام ديفيد؟ أي به هنا نحب نربط باش ما نبعدوش أكثر، خاطر الموضوع في واقع الأمر راهو شاسع، لكن نحب نسيطر عليه. نحب نربط الدولة العميقة اليوم في تونس، حكومة الظل، هالناس اللي ما يتشافوش أو هالأطراف اللي ما يتشافوش على مستوى التحكم في المشهد السياسي، شنو علاقتهم بالحكومة؟ بربي سي سوير سمح لي لو تسمح، خاطر انا نحب ننزل الموضوع ونبسطه باش المواطن يفهم بالضبط شو نقصد. واضح. باش من نمشيوش في الالفاظ الفضفاضه برشا، انا خلينا نمشيو في واقعنا بالضبط. خليني نقرا، اسمح لي بالله في بايجاز شديد جدا. هو شنو صار؟ لازم نفهم المشهد السياسي قبل الثوره في تونس شنو؟ المشهد بكل فما طرف وحيد في البلاد مقصي من الحياة العامة. شو معناه؟ يعني كل إنسان له علاقة بالتدين بصفة خاصة، لا يمارس لا إدارة لا وظيفة لا تعليم لا قضاء لا أمن لا إعلام حتى شيء، يعني أنت حتى تجارة لا باش تاخذ رخصة، يسأل عندكش حد يصلي في العائلة، عندكش علاقة بالصلاة، فبالتالي هالطرف هذا كله مقصي تماما. وكان الدخول إلى كافة مؤسسات الدولة الكل من طرف شكون؟ الكلهم داخلينهم إما عن طريق الولايات للحزب الحاكم التجمع وما غير ذلك، أو الأطراف أخرى اللي كانت في الفلك نتاعو الدور، وهي خاصة الطرف اليساري معروف. واليسار خاطر عنده تقاطع نتاع مصالح مع المنظومة السابقة، وبالتالي كان هناك تحالف وكان هناك تعاون مع بعضهم. وذاك علاش تلقى اليوم الأطراف هذه كلها بين يساريين وتجمعين، أي فما هناك أنت ترويكا بين علمانيين ويساريين وتجمعين. هذه الترويكا كانت متغلغلة في كافة مفاصل الدولة. سامحني اليوم أنت باش نعطي كل واحد حقه. أي أنت تتحدث على اليسار، اليسار كله بيطم طميم. شوف اليسار الذي اليسار كيما اليمين فيه، شوف اليسار أيضا فيه. أنا ما تجمش تجمع الناس كل فرد بالله حق. هنا تجبت لي نقطة. أي. راهو غلطة عنا التوانسة نقيسوا في اليسار، نتفرجوا في التلفزة ونراو في اليسار في فرنسا وفي انجلترا نسخلوا يسار كما بتاع تونس. ماهوش كيف اليسار التونسي هو يسار اقصائي يرفض الاخر لانه خلفيته يرفض التدين، وبالتالي عنده قطع مع الهوية التونسية ويرفض الهوية التونسية، ولذلك كل من له علاقة بالهوية التونسية يرفضه. مش كما اليسار الفرنسي واليسار الانجليزي عندهم ثوابت الكل مختلفين متفقين فيها مع اليمين ومع الوسط، الكل عندهم خلفية واحدة ينطلقوا من الكل ويختلفوا في البرامج. اما يسارنا احنا استثنائي، وهو يسار اقصائي، يسار يرفض الاخر، بل مش يرفض، يعدمه. وهذاك علاش تلقى انت لو تدخل ترجع الناس كل تعرف في الداخلية في الأمن في القضاء في السجون في الإدارة في كل شيء، هذا اليسار هو يتحالف مع المنظومة بتاع التجمع ومتاع الكل، وهو الذي كان هو اليد اللي كان يضرب بها في الإسلاميين، وكان تنكيل شنيع بكل من له علاقة بالعائلة الإسلامية في تونس. سمح باش ما بعدوش عن الموضوع، خاطر هذا هو المشكل. اليوم بيت الداهنة، اليوم لما تموقع الإسلاميون في تونس وجابتهم الصناديق مش حاجة أخرى، او على الاقل طرف كامل في السلطه اليوم من الاسلاميين، اليوم هذه الاطراف تحركت. اي سي فتحي من جديد مش واضح. نعم. هل معنى ذلك انه تحب انت تعمل علاقه، خاطر موضوعنا هو الدول العميقه؟ اي نعم. تحب تعمل علاقه بين هذا الطرف وذاك؟ بالطبيعه، لان علاش كنت حبيت نوصل لك الكلمه واحده، انه الدوله العميقه قبل ما تكون اشخاص هي عقليه، فما عقليه، هي عقليه انتهازيه، عقليه اقصائيه داخل المنظومه السابقه، هي اليوم قاعدة شادة المفاصل. وللأسف الشديد لم يقع التعامل، هاش قلت كان لم يقع التعامل معها. انت قلت قبيك اخي عبش نغيو، لم قلتش نغيوها الكل، القضية قضية ايش؟ انه كل قطاع يطهر روحه، حتى الإرادة باش انه كل قطاع يمارس هذه السلطة في ذات نفسه وعملية التطهير في ذاته ما خلوش يعملها. وهذاك علاش
تم التموقع من جديد من قبل هالاطراف هذه كلها ورجعت من جديد. ما تنساش حاجه، التوانسه ينساو للاسف الشديد، التوانسه ديما عندهم لميموار تري تري كورت، وانه في كل ثورات العالم في كل من اول الدنيا فما ثوره. ما معنى ثوره؟ ثوره هي قطع مع منظومه سابقه وحلول منظومه جديده. احنا ما صارش، احنا قطع مع منظومه سابقه على مستوى الراس، ولكن استمرار نفس المنظومة لمدة عام كامل تحكم، هي نفس المنظومة. وبالتالي كلامك معقول إلى حد ما. علاش؟ خاطر أنت باش تقطع مع منظومة وتتخلى عليها يجب يكون عندك بديل. أنت ما عندكش بديل في الوقت الراهن، وما عندكش بديل منذ سنتين. لا موجود. أنت انتخابات جابت مش وضع جديد لا محالة، لكن كي تحكي على دولة عميقة، الدولة العميقة ما دامها مستمرة معناها أنها مش تأثر في المسار الانتقالي. وسؤالي هنا مش يتوجه لسمار، سمار ما درجة تأثير هالدولة العميقة أو ما يسمى بحكومة الضراء أو الأطراف الفاعلة في المجال السياسي، شنو مدى تأثيرها اليوم في المسار الانتقالي اللي قاعدين نعيشوه؟ بارك الله فيك. بالمناسبة يعني إضافة في تعريف الدولة العميقة، لا توجد هناك روابط تنظيمية أو لا توجد هناك مسؤوليات محددة تنظم هذه المنظومة وهذه العلاقات، هي بالأصح يعني مجموعة من المصالح ورؤية مشتركة للمستقبل تجعل هؤلاء الأشخاص يعني يعملون في هذا الإطار. لأنه قد يكون يعني أفراد في الدولة العميقة هم أفراد من الجهاز الرسمي المعلن، قد يكون وزير أو عدد من الوزراء وعدد من النواب تم انتخابهم، ربما كانوا في المعارضة في السابق، ربما كانوا مناضلين في السابق، ولكن خلف الستائر كانوا على علاقة بما يسمى بالدولة العميقة. وهذا ما نعيشوه اليوم زادا، لأن الذين يديرون الشأن العام اليوم مش كلهم لائكة بالمناسبة. صحيح هما أكثرهم كان مناضل في الماضي وتعرض إلى مظالم وكذا وقاوم وكذا، ولكن هناك عدد منهم زاد إلى جانب تعرض إلى مظالم وناضل، كان هناك يعني خلف الستار كان يلعب أدوار معينة مع النظام السابق. يعطيني بشكل واضح توا شنو تأثير هالدولة العميقة أو اللي قاعد تحدث عليه أنت في المسار الانتقالي اليوم اللي قاعدين نعيشه اليوم، سواء في الحكومة الأولى أو الحكومة الثانية أو الحكومة الثالثة، معناها من قبل، معناها العام اللي قبل 23 أكتوبر قبل الانتخابات معناها، ثم فيما بعد وين يظهر تأثير الدولة العميقة في المسار الانتقالي؟ يتجلى أساسا مثلا في التلكع في موضوع المحاسبة، في تنفيذ تطبيق القانون. هذه أشياء معروفة، مسألة قانون تحسين الثورة، مسألة العدالة الانتقالية إلى غير ذلك. بالضبط. لكن احنا نحب نعرف بشكل واضح ومباشر ثمشي تأثير معروف يمكن أنه يأثر بشكل دقيق على المسار الانتقالي في الحكومات اللي تعاقبت إلى حد اليوم. يعني لم إلى جانب عدم اتخاذ القرارات الثورية الضرورية واللي هي قانونية بالمناسبة، أنك تطبق القانون، يعني مش عامل مزية الوزير لما يطبق القانون أو يعطي يعني أمر يعني بتطبيق قانون معين مش مزية عملها، يعني حتى التطبيق هذا أو الأوامر هذه لم تصدر، هناك نصوص أمامك وهناك جرائم أمامك، فلماذا لا تطبق هذه النصوص على هذه الجرائم؟ الأمر واضح. سامحني نستأذنك سي زوير بلحظة برك، خطر في الفكرة نفسها مربوطة ببعضها. قلت لي أنت توا شو اللي يخلي هذا؟ ببساطة شديدة جدا، بحكم أنه كان المجال السياسي والنقابي والاجتماعي والإعلامي الكل حكرا على فئة معينة هم برك يمارسوها. هذاك علاش تلقاهم اليوم أغلب الاتحاد من الكتل اليسارية أو التجمعية، المنظمات الحقوقية رابط حقوق الإنسان وغيرها كذا إلى غير ذلك من أطراف يسارية ونقابية، اليوم هيئة الوطنية المحامين زاد كذلك، برشا المنظمات المجتمع المدني الكل شكون متغلغل فيها؟ شكون ماسكها؟ كان الأطراف هذه نفسها التي كانت تعلن ظاهريا أنها ضد النظام وغير ذلك. وبالتالي اليوم وقت شكون خنق المبادرات في الوطن في تونس في الوقت الحاضر؟ شكون خنق المبادرات؟ علاش كل يوم بتسيب باش نتعداو مرحلة؟ لأنها الأطراف هذه كلها التي كانت متخندقة في السابق مع نظام بن علي وكانت ساكتة، ولاحظ انت وحدك هالمنظمات ذكرتهم الكل، فماش واحدة تحل فيها ملف نتاع محاسبة اليوم، جيب لي واحدة برك. ولذلك هذوما الكل من مصلحتهم انهم اليوم يخنقوا هالمبادرة ذي وهما يلزموا يتموقعوا ويتحالفوا مع الأطراف القديمة الكل باش يجهدوا المبادرة في تونس ويجهدوا الثورة في تونس. معناها هنا ربما هذا ما يدفعني باش نستحضر في واقع الأمر مقال ورد في موقع رأي اليوم، مقال عن عبد الباري عطوان وأيضا منقول عن الصباح نيوز، يقول المقال هذا
ما دونه عبد الباري عطوان والصادر بتاريخ 4 نوفمبر، كان نشوفوا الموقع على شاشه التلفاز، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، ان تقرير دبلوماسي موثق اطلعت رأي اليوم على بعض حيثياته، كشف بأن رئيس جهاز الاستخبارات السعودي تمكن مؤخرا من تشكيل خلية عمل وأزمة مع قاعدة بيانات في تونس في محاولة واضحة للتأثير بمجريات ما يجري في هذا البلد، ويترأس هذه الخلية ويقدم لها مشاورات مكثفة الرئيس التونسي الأسبق الموجود في السعودية. رأيك سيدي هذه؟ والله رأيي أنه ممكن مبالغ فيه أن يكون التخطيط هو هذا، عودة الرئيس بن علي. هو ممكن يكون في العلاقة بجهاز الاستخبارات السعودي. تعرف أنه الأمير بندر بن سلطان سألوه الأمريكان، كانوا متقلقين من الوضع السوري، وقالوا هل آلاف المتطوعين هذم للقتال في سوريا ما العمل معهم؟ ممكن بعد فترة يوليوا سلاح ضد الأمريكان والغربيين. إيش قال بندر سلطان؟ قال لهم لا تنسوا أن لدي خبرة 30 سنة مع هذه الجماعات، 30 سنة، ما هذا يوصلنا إلى أفغانستان أيام الاحتلال السوفيتي. بمعنى قضية الظاهر والباطن، قضية ما هو على السطح وما هو العمق، هذه رأي مسألة مش طارئة ومش تونسية، هذه مسألة هيكلية في السياسة الآن في القرن 21. نزيد أكثر، ولت مسألة حتى ثقافية ذهنية. الأحزاب الآن اللي تتحرك، هل هي كلها سطحية مقابلة؟ زعما فماش حركة النهضة الظاهرة وحركة النهضة العميقة، سي بي ار الظاهر، سي بي ار العميق، نداء تونس الظاهر، نداء تونس العميق. الوحيد الذي لا يزدوج ولا يكثر هو الشعب الذي صنع الثورة. وما دون ذلك، وما دون ذلك نجم نطبق عليه مقولات الدولة العميقة والدسائس يعني الكوليس. أنا أنت تو مش تضطرني لطرح سؤال في واقع الأمر، ينجمش يكون اللي قاعد يصير اليوم حول قضية الساعة في علاقة بالدولة العميقة. وش نقصد قضية الساعة؟ ذكرها سي ماهر منذ قليل، قضية بطاقة جلب اللي صدرت في حق كمال الطيف، ثم شكون يقول أنها ورقة، ثم بعض المحامين سمعنا يقولوا أن القضية مفبركة، وإحنا بين هذا وذاك لا ندري ما الحقيقة ما الخيال. تو نتابعوا مع بعضنا التقرير هذايا اللي يخص على الأقل بعض ما يرتبط بهذه القضية، ثم نواصل النظر في تبعات هذا التقرير. إلى التقرير التالي. كمال الطيف اسم انطفى على سطح الساحة السياسية بعد الثورة التونسية، ولا سيما في معرض الحديث عن الدور الخفي الذي لعبه الرجل في بلوغ الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم. ولكن شاع الحديث عن أدوار غامضة للرجل في خدمة ما يعرف بالثورة المضادة أو التآمر على أمن الدولة بعد الثورة، واستعمال أذرعة بما يعرف بالدولة العميقة سياسيا وماليا وإعلاميا وأمنيا. بالنسبة لموضوع كمال الطيف، أعتقد أنه لغز كبير. تعرف منذ الثورة والناس تتحدث عن حكومة ظل يقودها كمال الطيف، عن ثورة مضادة يقودها كمال الطيف، موضوع المكالمات والمراسلات لهذا الشخص الذي يعتبر لغزا كبيرا تحيط به هالة كبيرة من الغموض، اتصالات بالمئات لصحفيين لمسؤولين لوزراء، حتى أصلا من يقول أنه المرشح محمد الناصر له اتصالات عديدة بكمال الطيف. لكن ما يطرح لماذا الآن؟ ونحن دائما نتساءل عن التوقيت، يعني حتى توقيت يثير إشكاليات، لماذا الآن يتم إيقاف كمال الطيف وطرح هذه القضية من جديد؟ يبدو أن ثم كين وثم معناتها إرادة لإثارة الفوضى والبلبلة، بالرغم من أنه من المفروض والمسائل هذه الاعتقالات والمحاسبة عندها قانونها، وإحنا في الحزب ندعو إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية، وهذاك هو اللي مش يحل كل هذه المشاكل. كمال الطيف هو سهر مصر كمال النابلي، يعني هذه كارثة بكل المقاييس. التداعيات الأخيرة لمحاولة القبض على رجل الأعمال كمال الطيف المتهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، والذي يرمى أيضا إعلاميا بعلاقاته بأجهزة الاستخبارات الدولية، كشفت مظاهر أخرى من اندراجه في منظومة الدولة العميقة، خاصة بعد تغيير حاكم التحقيق وتواصل استعصائه على القضاء.
أكيد أنه لما كانت هناك دعوة من قاضي تحقيق المثلة ممكن ثم شيء ما غير واضح، أكيد أنه قاضي تحقيق مش يقوم بالدورة متاعه. مطلوب لما أي شخص في العالم توصله بطاقة جلب أو بطاقة دعوة من القاضي تحقيق أن يمثل أمام القضاء، لأننا نحن نحب القضاء يكون مستقل. اسمه كمال طيف ولا اسمه أي شخص آخر لا أحد فوق القانون. كمال طيف هو إنسان تونسي، إذا كان فات القانون عليه أن يحاسب كما يحاسب بقية أبناء شعبنا، إذا ما جاوز القانون من حقه أنه يتعدى على العدالة، والعدالة تكون كلمتها طبعا إذا كان هناك قضاء مستقل. إذا نشكر زميلتنا باهرة العوجي لعدة التقرير هذايا. ثم سؤال استرعى الانتباه، لماذا الآن يقع إيقاف كمال الطيف؟ علاش توا بالذات؟ موجه ليك سؤال. نحن في حضرة أستاذ وكما نقول تونجي الجانب القانوني. نعم. القانوني. إذا يحبون نأخذ المعلومة. نعم. هو كمال الطيف ليس مطلوبا لإيقافه من أجل إيقافه وإيداعه السجن، لأنه في حقه حكم صدر أو شبهة كبيرة، هو فقط مطلوب للاستماع إليه. ولو كانت الشبهة كبيرة والجريمة يعني حقيقة كبيرة ويشكل خطر من وجهة نظر القضائية المتوفرة كان تم إيقافه منذ مدة، ولكن السلطات القضائية تشوف أنه جريمته مش هذا بالضرورة أنه هذا الحق، لكن هم يقدروا أنه نخليهم سيب. فجاءت الأجال استدعوه مرة اثنين يتغيب مستقوي عليهم، فبعثوا للقوى العامة باش يجيبوه من أجل الاستماع له فقط، وهذا اللي صار اليوم. سلم نفسه، ما نجحش عملية الاستماع لأنه مرة أخرى الدولة العميقة يفترض، فتم اختيار قاضي تحقيق آخر اللي قد يشرف على قضيته هو بطلب من محاميه، وتأجل الاستماع مرة أخرى إلى أجل مسمى حسب علمي. سي فتحي، عادي تغيير قاضي التحقيق؟ عادي تغيير قاضي التحقيق، مش طبعا إذا كان كل ما كان خط القاضي يفترض فيه شنو يفترض؟ يفترض فيه الحيادية بالطبيعة باش النجم يكون عادل في قراراته ودون تأثيرات أو لطرف هذا أو ذاك. وإذا كان فما أي شيء من شأنه أن يثير بعض القواعد حول أي قاضي، فكل من نحكي من الناحية القانونية كل متهم وكل معني بالأمر له الحق في أن يقدح في أي قاضي، وبعد يقع تقرير هل أنه يوصل هو الملف أم لا يوصل الملف، كما صار في ملف متاع الصحفي زياد دلهاني وقتها، كذلك تم نقل الملف إلى محكمة أخرى وكذا. بالنسبة لقضية الحال ما عنديش الحقيقة باقي التفاصيل، يعني من كل شيء تبعته كما عامة الناس الكل. بقى نظرة أن الشخصية للمسألة، المسألة هذه ككل، المسألة هذه في تقديري الخاص أنه معناها القارات هكا العشوائية والارتجالية ما تحلش مشكلة متاع بلاد. يعني إذا تحب تعالج مشكلة معينة تعالجها وفق منهج معين، وفق تصور معين، وفق منظومة كاملة ومتكاملة واضحة من الأول، اللي هي واضحة وكنت أنا قلتها وقت عندكم ثم في قناتكم في برنامج استدعيتوني وقتها فيه، وقلت وأنه فما هناك خطأ منهجي شاد فيه المسار الانتقالي في تونس ونعاني منه إلى الآن، وهو أنه انقلبت الأولويات، ما عادش نعرف شنو الأهم قبل المهم أو المهم قبل الأهم وشنو الأهم وشنو المش مهم. فاليوم الناس مشات ولات المجلس الوطني التأسيسي يمارس في مهمات أخرى بعيدة تقريبا عن المهام الأساسية اللي عندها ارتباط بأهداف الثورة، وأهم استحقاق ينتظر منه الشعب التونسي هو موضوع العدالة الانتقالية. فلما تأخر موضوع العدالة الانتقالية أو ثم بعد ذلك ونحب نرقعوا بقانون تحسين الثورة وبدينا النقص من شيء فشيء ونتنازل شيء فشيء، شيء طبيعي باش نلجأ إلى قرارات ارتجالية وقرارات عشوائية ما تأديش المطلوب من وتوحي، وأنها ارتدت العمل، توحي بأن الدولة ضعيفة، وتوحي بأن فما تضبابية في القرارات، وتوحي وأن فما سياسة غير واضحة عند الأطراف. كان يفترض أن تكون اليوم الناس تحب تفهم، تفهم الناس الوضعية اللي صارت هالنهارين تستدعي كل هالجلبة اللي صارت وإلا ما تستدعيش، خاصة وأنه الشخصية هذه وجهت إليه كما ذكرت في مهر في مرات سابقة بطاقة جلب، علاش اليوم بالذات يقع كل هذا الزخم حول الشخصية هذه؟ هذا السؤال الناس حب تفهم. والله هو السؤال في علاقة بالدولة العميقة. شوف، إذا كان الموضوع
لا ما نجمش نقول لك انا في علاقه بالدول العميقه او مش في علاقه في الدول العميقه، خاطر الموضوع انا راي قلت لك من الاول موضوع الدول العميقه مرتبط بمنظومه كامله ما صارتش، ولذا ما نجيش توا عفوا نبكي على الاطلال. لا انا اللي نقول بالنسبه للموضوع هذا، اذا كان مش ناخذه من الناحيه القانونيه الصرف، القانونيه الصرف انه جه استدعاه وحضر لي من المحكمه، يعني ما نعرفش علاش ما حضرش المرات الاخرى الكل. القضيه قضيه اعمق بكثير، يعني انه لو انه كانت المعالجه المساله بطريقه اكثر قانونيه ما كانش نوصل للشيء هذا الكل اللي صار تو. اللي صار وانه هناك ربما عدم المؤسسات نتاع القضاء لم تتعامل مع بعضها ولم تنسق مع بعضها، فتم هذا التضارب في القرارات وظهور تلك العشوائيه في العمل القضائي اللي اثر سلبا على ثقه المواطن في العداله. معناها كانه القضيه خذت اكبر من حجمها. خذت اكبر من حجمها طبعا. وهنا باش نوجه كلامي سيدي هذيلي، معناها كي قضيه تاخذ الحجم هذا في الوقت هذا بالذات تعتبر شيء كانه ثم نوع من الاضمار لشيء معين، احداث فوضى من قبيل احداث فوضى من قبيل ادخال ارتباك، خاصه في ان في مرحله نتاع حوار وطني. هو فما تزامن غريب بين المساله هذه بين قضيه الحوار الوطني وقضيه السي كمال الطيف ومشاو له البيت، ولكن اعتقد ان المساله راهو ما صنعهاش المواطن التونسي. اول من ذكر اسم السي كمال الطيف كان القاضي الراجحي، والقاضي الراجحي لما تحدث عن شخصيته تحدث وهو وزير داخليه يعرف بالضبط امور دقيقه معنا. يعني مسؤول، وعلى علمي ما السي كمال الطيف ما تقدمش بشكايه لا اعرف في حق القاضي الراجحي. والمواطن التونسي سمع حاجه كبيره وقتها، ما سمع انه فما حكومه ظل، وانه الانسان هذا والشخص هذا مرتبط بحكومه الظل، وانه يوجه في الشخصيات وقاعد يحط في شخصيات كما يحب هو في المشهد السياسي. المكالمات الهاتفية على الأقل ممكن فما هو إذا المسألة لو وقعت هي ثابتة إلى حد ما. علاش خاطر سامحني سي الهذيلي، خاطر حتى الحديث عن مكالمات هاتفية وغيرها وغيرها اللي وردت على لسان سي الشريف الجبالي تو ثم القضاء قاعد ياخذ مجراه من غير الواحد ما يشوش على القضاء، لكن ثم وجهه نظر وثم وجهه نظر مخالفه. مش محتوى المكالمات الهاتفيه، قصدي الكشف بالمكالمات باعداد المكالمات الهائله، مئات المكالمات مع قاده امنيين، مئات المكالمات مع محامين نافذين، مع قضاه، مع وزراء، هذا اللي نتحدث عليه، مش محتوى مكالمات في قضيته. هذا ما عنديش شخصيات معناها مش بالضروره حتى وزراء في الحكومه. هذا اذا بالفعل تطرح نقاط استفهام. هذا اذا مئات المكالمات مع مدراء العامين الأمن، هذا إذا عشرات من المكالمات مع أمنيين يوميا، هذه على التليفونات طبعا النقالة فقط، فما بالك ربما بالتليفونات الثابتة. فمسألة تدعو بصراحة للريبة. لكن السؤال الكبير هو إذا هذه كانت يعني من الأشياء للدينه بشكل قانوني بشكل قضائي، لماذا لم تتحرك يعني الهيئات المختصة؟ إذا فعلا ثبت أنه عنده علاقة بشبكة وأن الشبكة هذه تتآمر، لماذا لم تتحرك الأجهزة اللي هي موكول لها حماية التونسيين ودولة التونسيين ومصالح التونسيين؟ يعني أحسن ما قاله واحد المواطنين في المشاهدناه الآن قال هو لغز، يبدو أنه هو لغز. لكن مواطن آخر قال إذا كان مدان أيوه هذا صحيح، وهذا صحيح يأخذ الجزاء متاعه، إذا كان مش مدان أو كان القضاء يحكم عليه. إذا فما حاجة إيجابية في مسار اليومين الأخرين هو أنه المسألة خرجت من السجال الإعلامي وحتى السجال السياسي، وأصبح الملف ملف قضائي. هو مواطن تونسي، إذا ثبتت إدانته يدان، وإذا هو بريء يبرأ. ولكن بالنسبة لسي كمال الطيف هو أكيد كشخصية شخصية استثنائية، تعرف فما صحفيين استقصائيين بحق في أوروبا كتبوا على تونس في فترات حكم بن علي مثلا تيكوا دان سكري جنرال ولا لا، ونوترامي بن علي زاد إلى غير ذلك. أذكر وطلعت الكتب هذه أنه السي كمال الطيف مذكور حتى في العلاقة بحكومة مزالي، كان حاضر وكان مؤثر. يبدو أنه هو إنسان مؤثر، لكن في أي اتجاه؟ هل هو رجل أعمال حرص أن يكون حاضر في السياسة
هل الأجندة متاعه هي أجندة سياسية بحتة؟ هل فعل هذا لحسابه الخاص؟ ثم شكون قالوا بالإثبات قال كان عنده تأثير في هنا تمسك بن علي بالحكم أو امساك بن علي بالحكم في الأول. إيه لكن أنت التأثير هذا ينجم يكون تأثير بالإيحاء وتأثير مباشر. هل حرك كل هالجهاز اللي محيط بن علي باش يكون انقلاب 7 نوفمبر او غير ذلك؟ يعني المساله لانه احنا في يعني في محطه تلفزيونيه في الاعلام في نهايه المطاف، المساله تنجم تتاول وتتحلل طرق مختلفه. معناها تولي قراءات، ما ثماش قراءه تولي قراءات. والانسان لما يخرج على الناس في يعني في التلفزه او في الاذاعه، يعني لو كنا في 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 جلسه مضيقه ممكن نتكلم غير وتتكلم انت تعبر عن اهوائك او تصوراتك او ارائك. اما لاننا احنا نتواصل مع مشاهدين عليهم يعني علينا احنا فما مسؤوليه فما امانه. ما دام الامور وصلت للقضاء احنا نتمنى ان القضاء يخدم الخدمه نتاعو، واحنا عندنا ثقه في القضاء نتاعو، وخلي هاللغز هذا يتفكك. نعم سي زوير، ثم عنصر جديد انت سالت سي فتحي ان كان عادي تغيير حاكم التحقيق. الان راسلني زميل يقول لي انه الاستاذ سمير بن عمور على قناه الزيتون الان، لانه حسب كلامه زميل يقول لي انه قاضي تحقيق تم تغييره 3 مرات. فقلت له بسرعه اعطيني الدليل، اعطيني ما يثبت. فقال لي انه الكلام هذا قاله سمير بن عمور الان على قناه الزيتونه. فنعيد السؤال وليعد لا 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 مش مع كامل احترامي، مش المعلومه. هل عادي تتصور انه مع كامل احترامي للسيد سمير بن عمور، نعم، معناها الدليل هل يمثل هو في حد ذاته دليلا؟ لا بالطبيعه لا، بالطبيعه لا، لكن على فرضيه انه تم تغيير قاضي تحقيق اكثر مره. تو حاليا ثم الكثير من الكلام اللي يتزايد ويتقال ويتبنى عليه الى غير ذلك. واحنا اللي يهمنا بدرجه اولى هو ان تو في مسار انتقالي، ان في مرحله حوار وطني. احنا اين المصلحه الوطنيه من كل هذا؟ المطلوب تو في اللحظه هذه الراهنه قطع النظر على قضية كمال الطيف أو قضية زيد أو فلان أو عمر. احنا حبينا نطرح قضية هالدولة العميقة على خاطر نلقاو في كل مرة نوصلوا المرحلة ننتظروا منها انفراج نلقاو انسداد. هذا باش يتفسر أنه ثم شكون يحرك في خيوط. الخيوط هذه يلزمنا على الأقل ننبه لها بشكل معين. علاش؟ خاطر احنا نحبوا نتجاوزوا المرحلة هذه، علاش في كل مرة نوقفوا؟ علاش ما نجموش نمشيو للمرحلة اللي بعدها؟ آخر مرحلة قلنا باش ننتقلوا منها على الأقل الوضع أفضل، هي مرحلة الحوار الوطني. مرحلة اللي من جهة أولى حثت هالأحداث الإرهابية في سوسة وفي المستير. ثم معها أو بعدها مباشرة جاءت ورقة كمال الطيف. سي فتحي الأمر غير عادي. طبعًا، أمر غير عادي. وهذه حاجة توضح بصفة جلية بالنسبة للتوانسة الكل، وأنه الخطر الحقيقي اللي تواجه فيه تونس هو الجريمة السياسية، كما عاشته برشا الدول، كما إيطاليا كل عام مع المافيا، كما إسبانيا مع الباسك، كما كذا. تونس تعيش في خطر اسمه الجريمة السياسية التي تحركها الدولة العميقة اللي نحكي عليها اليوم، اللي هي من مختلف الأطراف هذه المتشابكة والتي لها علاقات بأطراف أخرى حتى استخباراتية أجنبية، هي اللي قاعدة تحرك في هذا الكل. فهم القضية اليوم جي نربطوا فيها في فشل الترويكا، فاشلة فلان، نهضة فاشلة، كذا فاشل، هاو الإرهاب منهم هما، هاو كذا منهم. هذا كله ظهر بالكاشف، وأنه ما نجموش نقولوا حتى الطرف فاشل، سوى أنه الأطراف السياسية اليوم اللي ما تحسبتش بموجب قانون العدالة الانتقالية هي تعاود موقعت من جديد، وهي التي تثير الفتن عن طريق الجريمة السياسية التي تتمظهر بأشكال متنوعة، مرة ضربة في الجيش، مرة ضربة في الأمن، مرة تقتل السياسي، مرة تقتل كذا، وكل مرة تخلق لنا شكل من الأشكال. ولاحظ هذا التزامن الغريب بين لو كان جات جريمه بالمعنى عندها خلفيه دينيه كما يحبوا يفسروهما، او خلفيه اجتماعيه تحت تاثير فقر، او خلفيه ثقافيه، او خلفيه كذا، راهي كانت طريقه اخرى واهداف اخرى وفي اوقات اخرى. لكن دائما وابدا هذه الجرائم ترتكب في مواعيد سياسيه ولا ترتكب في اي مواعيد اخرى الا المواعيد السياسيه. كلما كان هناك موعد سياسي البلاد كلها واقف عليه الا وترتكب جريمه، مما يدل على ان هذه الجرائم
كلها جرائم سياسية بامتياز، الغاية منها هي إرباك هذه المسار الانتقالي وإجهاض هذه الثورة وتشويه صورة الأطراف اللي هم اليوم في المشهد السياسي متقدمين، وخاصة الناس اللي انتخبهم الشعب التونسي. هنا سؤالي مش يكون فيه نوع من المباشرتية، الناس اللي تحكم اليوم شنو منزلة الخطأ في ممارستها، على الأقل من حيث أنه احنا في حاجة لتجاوز مرحلة لكن ما تجاوزناش، شنو اللي كان ممكن أنها تنجم تعمله سي الهذيلي وما عملتوش الناس هذه؟ هو ما يجب أن يكون شيء وما يمكن أن يكون شيء. يعني احنا في الاستوديو الآن نجم ننظر ما يجب أن يكون، الحكومة هذه كان يلزمها تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، على الأقل في المسار الانتقالي احنا اللي حشنا باش نتجاوزوه. الأزمة متاع المسار التونسي هو أنه مسار ثوري ولكن يعالج ويتصرف به بآليات انتقال ديمقراطي. ما زال ثوري سيدي الهذيلي، ما زال ثوري. هو 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 المشكل في تونس شنو؟ المشكل أنه المسار التونسي الصرخة متاع الناس، الشعب يريد إسقاط النظام، كانت صرخة صادقة وانتظرناها عقود صادقة، ولكن لأنه يعني الحماسة غالبة والغضب غالب والإرادة غالبة، هل الشعب اللي أزال بن علي، بن علي ما نحاش حتى طرف سياسي، ما كانش عنده تصور لما بعد بن علي، واستعان بنخب واستعان بأجيال من السياسيين لملء هذا الفراغ ولتحقيق أهداف هي مش أهداف ثورتهم السياسيين هذم، هي أهداف ثورة غيرهم. يعني معدل أعمار الناس الآن اللي تشوفوها في المشاهد تتحكم في العملية السياسية لا يشير ولا يبشر بخير لجهتي أن ثورة تونس هي ثورة شباب. أنا أتحدث عن الشيوخ أنت، يعني شيوخ السياسة، الشيوخ يعني الشعب هذايا لما عمل الثورة وقفوا إلى جانب بعضهم العلماني واليساري والقومي والإسلامي، واللي يمشي للحانة واللي يمشي للمسجد، وكان عندهم أفق مشترك، يحبوا حرية ويحبوا عدل. الوضع هذا شكون عباه بعد؟ عباوه ناس كل همهم أنهم يصفيوا خصومات قديمة متاع الكامبوس يونيفرسيتار، وبرشا ناس تاع المركب الجامعي، معناها خصومات جامعيه إيه؟ من عهد الثمانينات. يعني يعني القول انه فيما في تونس صراع بين الاسلام والعلمانيه هذا أناكرونيك، ما عادش يعني ما عنده حتى صدقيه. هذا ممكن في اذهان وعقول ناس اللي عاشت الفتره هذيك، التوانسه مش هذه اولوياتهم ومش هذا الافق اللي رسموه. التوانسه طلبوا حاجه بسيطه، نعتقد انهم طلبوا الدوله، لأن الضامن لكرامة المواطن وحرية المواطن هي الدولة، ولكن يبدو أن الشعب الكريم هذايا طلب عزيزا، لأنه إيش معناها دولة؟ معناها إحنا نخرج من سلطة الوضع القائم، الوضع المفروض كما سلطة في تونس وغير تونس، إلى دولة ينتخبها الناس. شوف معايا سي زهير، حسبه الناس. لما التونسي بدأ يتلمس في طريقه إلى السياسي أو السياسة، حب يفهم السياسة، ماذا وقع للتونسي؟ قصفوه من كل جانب، ولا الحوار السياسي في البلاتوات بالضرورة سب ولعن وعراك. يعني التوانسة توا نسبة كبيرة منهم يعني تركوا التلفز وتركوا حوارات السياسة، وهذا سيترجم على فكرة إذا وقعت انتخابات، وأنا استبعد هذا صراحة. يعني أنت متشائم بالمسار؟ أعتقد أن الدولة العميقة هذه كومبلكس كبير برشا، مركب ضخم يجمع بين تونسيين وبين خارجيين، وأنه ليس مع الدولة هذه ليس معنية لا بثورة ولا بانتقال ديمقراطي ولا بدولة منتخبة، هي تريد أن تركع التجربة هذه، تريد أن تضيق وتخنق المسار حتى تزيله تماما وتفرض دولة الأمر الواقع. يعني حتى إذا ما فماش إنجاز للانقلاب، إنجاز للانقلاب لأنه ما فماش مقدر على ذلك أو لأنه مأجل، لكن التركيز 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 الأفق اللي تحرك فيه الدولة العميقة هو يعني الانقلاب. علاش؟ لأنه الانقلاب هو الحل الوحيد لفرض سلطة،
ودولة ينتخبها الناس كما نحلموا احنا وكما نحب الكل، واحنا اني واحد من الناس من دافع على المسار هذا الا لانه ما يهمني شيء، ما يهمنيش انه المسار هذا يفرز الاسلاميين في الحكم او الترويكا في الحكم، ما يهمني المسار هو يعطيني امل اني فعلا مش ندخل في التاريخ. واذا ما دخلناش في تجربة الدولة فنحن سنبقى خارج التاريخ. اعتقد والله اعلم مش تشاؤما انما بالقرائن، لأن يعتقد أن الغربيين إذا يقروا قرار خطير كما قروه المصر، قرار الانقلاب المصري مش قرار مصري، مش قرار المؤسسة العسكرية المصري، لا قرار محمي دوليا، إذا اتخذوا قرار خطير بالنسبة لمصر اللي هي أضخم دولة عربية، أعتقد أن تونس لن تكون بالنسبة لطرح. هما بين قوسين يخموا الحاجة اسمها العرب، وإذا تواضعوا يخموا الحاجة اسمها شمال إفريقيا، ما عندهمش استراتيجية لتونس، وما نتصورش أنهم يرضوا أن تونس تكون وهي البلد الصغير تكون استثناء، أو أن الحيتان الكبرى كما مصر والسعودية فهذا اللي نحب نأكد عليه. الشعب التونسي، الناس اللي صنعت الثورة والشباب أساسا، أنه رأوا في تشويش هذايا وإرهاب يعملها وسلف يعملها ودولة عميقة وحكومة ظل هو حوار وطني، هذا الكل